ويشاهدنا. السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزل. اليوم الحصه تاعنا وين شاهدنا كيفاش يعني كان استقبال يعني الجماهير نادي برازيلي بالمهاجم الجزائري اسلام سليماني، يعني وين نقولوا باللي كارتونيا البرازيلي يعلن تعاقد مع اسلام سليماني رسميا. الله ينجح، راه يلعب، المهم راه يلعب، المهم راه يلعب، هذه هي، هو غادي يلعب واحد السيموا ولا احنا الله ينجحه برك. وين اعلن النادي البرازيلي يوم الاحد عن توقيع الدولي الجزائري اسلام سليماني على عقد انضمامه اليه خلال فترة انتقالات الصيفية الحالية بصفقة انتقال حر. هو بروحو كان بصح باش انا شفت بزاف واحد قال لي لا غلط شوبير، هذا هو اول لعاب عربي، انا قلت لكم غالطين. وجاء الاعلان فريق كارتون كورتيبيا عن ضم لعاب المنتخب الجزائري في مقطع فيديو عنوانه باللغة العربية عقد موقع مسبق، نشر يعني مساء اليوم على مختلف حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن شريط مصور الذي جاء في 48 ثانية أبرز لحظات وأهداف التي وقعها سليماني خلال مشواره الاحترافي سواء مع الأندية التي لعب لصفوفها أو مع المنتخب الجزائري خلال كأس العالم بالبرازيل. احنا الله ينجحها دروك اللعاب هذا، الله ينجحها، هذه هي باش دخلوا في امور هذيك تاع الخريطه وتعملنا وتعملنا ولا مركا يربد يوري لهم الخريطه يقول لهم هاك هذه هي الخريطه بغيتو يشوفوها، لا يهدر ما والو، هذه هي. مقطع الفيديو الذي اعده النادي البرازيلي عن اسلام سليمان، ولم يعد سليماني اللاعب العربي الوحيد باش يكون على بالكم، خاطر كاين بزاف يعني اللي خرج قال لك لا سليماني اول لاعب اللاعب الوحيد، لا لم يعد سليماني اللاعب العربي الوحيد الذي انتقل للعب في الدور البرازيلي الذي ينجب يعني سحر كرة قدم الذين يغزون العالم سنويا، فقد سبقه اليه كل من الاماراتي عبد الله الكمالي الذي لعب لفريق اتلتيكو عام 2008 واللاعب اليمني احمد سروري الذي ينشط في فريق سيري في عام ذاته. وسيكون الدوري البرازيلي السابع يعني بطولة يلعب لها المخضرم سليماني صاحب 35 عام بعد أن كانت له تجارب في الدوريات الجزائرية، يعني وين نقولوا باللي وين سيكون الدوري السابع يعني بعد أن كانت له تجربة في الدوريات في الدوري الجزائري والبرتغالي والإنجليزي وتركيا وفرنسا وبلجيكا. هو البرتغال برك اللي لعب في لشبونه، هذا مكان ما لعبش، هو ما لعبش، ما قال لك لشبونه برك اللي لعب فيها بزاف، هذا مكان ما مليها، راح لايستر سيتي شحال لعب من المباراه، راح نيوكاسل هذه ما سنيه يقول هكا وراه لابس تريكو، ومن بعد راح راح وين فانيك، راح لتركيا، تركيا لعب واحد ربع ساعه ولا تاع جاب يدير دو تري طاح، هي حاوزوه عاود ولا الانجليزي قعد في انجليز، ومن بعد راح ليون، ليون شحال لعب كاع، ومن بعد راح لبلجيكا، ومن بعد كملوا معاه، هذه هي. وظل سليماني دون فريق منذ انتهاء تعاقده مع نادي اندرليخت البلجيكي شهر جوان الماضي، والذي لعب له 6 اشهر منذ الانتقالات الشتوية، ولم يتوصل الطرفان الى الصيغة لتجديد العقد تاعه. طيقوه راح وعندو ديك الورقه يدور بها، هذا عندك 35 عام انا باقي مخلوع. الناس اللي يقول لك واحد قال لي غادي يلعب كوب ديمو، لا صح يلعب كوب ديمو تاع دو ميترون فانيك، لعب كوب ديمو عيبك بلي هذه كوب دافريك، هذه كوب دافريك غادي تولي عنده 36 عام، على بالكم بيها ولا ما بالكمش؟ عيبك بلي في نوفمبر يلعب 36 عام، بالك ما على بالكمش؟ بحال زي عنده 32 غادي تولي عنده 33 فهاديك فيفري الجاي غادي تولي عنده 33،
قيل نوفمبر نوفمبر قلت لهم راكم داخلين عليها من جيب جيب رجع 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 استوى رجع رجع ماشي طالع المريض اخر راح شوبير بحر شوبير بلايلي راه يتريني غير مع العشيه برك راه يتحكم كيما يبغي يا ودي الله يسهل عليها راه خويا انا خاطيني يا انا خاطيني خاطينا راه شو راه شيكور جديد يدرب غير في الحصه المسائيه سهرات والشيشه في الغرفه الله يسهل عليها ودعمي انا ما جبتهاش يا خويا هذه جابه وسهل عليها حاطين احنا يعني. يا اخوي يسهل على كل واحد خويا خاطيني يا ولد شوفي خويا ماذا بك هدر عليها واه هدر عليها بصح كي تهدر عليها ما تهدر عليها خويا شوبير نيمار بالصليب هذه هي خويا هذا وقعنا فيه هذه هي خويا حامل الصليب يكرم بالورود وحامل الوحي يعني يكبل ويقود بالقيود يكبل بالقيود هذه يا خويا هنا خاطينا احنا بصراحه هانتوما هذه يا خويا ان شاء الله بربي نزيدو نهضروا عليها مشروع تاع تجنيس لاعبي الجزائر شوبان لصالح قطر لم ياتي صدفه بل هو عمل منهج من طرف العصابه بزنازيه باعت مصالح الكره الجزائريه والمنتخب الوطني من اجل اموال وامتيازات لهم هذه يا خويا لا كلش باين يا ودي غلطه غالط شوبير اسلام سليماني اول عربي يحترف في البرازيل بعد كابتن ماجد يا ودي راك غالط يا صاحبي يا ودي راكم غالطين هادي نيمار في السعوديه وسليماني في البرازيل راه مشى ضد سليماني ولا انا الله يسهل الله يلعب يلعب في البارسا يا خويا هادي هي الله يسهل على كل واحد شوفي راه هدرنا على الله يسهل ما نهضروش حنايا
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم.